روسيا وما إلى ذلك. إذا شنو علاقة روسيا بموضوع داعش؟ هاي مصالح، هاي مصالح مشترك. اليوم مصلحة الروس وين يصير؟ بسوريا، بالعراق، مصالح اقتصادية ومصالح سياسية. أكو ناس رايحين إلى نعم أكو مؤتمر، نعم موجود وراح يصير مؤتمر نعم، وهذا الموضوع تناقشنا به، وأكو راح يصير دعاوى رسمية وجتنا دعاوى شفهية، وأكو قسم من أهل الأنبار هسه موجودين بروسيا. اليوم المصلحة وين؟ أنا من تقول لي أنا اليوم مشوي، تقول لي روسيا، الصين، كوريا، اليابان، الاتحاد الأوروبي يريد يرجعون النازحين ويعوضوهم ويرجعون معززين مكرمين، اللي هم ولد بلدي ما رجعوهم حكومتي. أنا أقبل أي ناس تقدر، أي شيء، أي شخص يعني إن شاء الله منظمة يهودية تيجي تقدم مساعدات لهن من أهل الأنبار ونوصل بصلاح الدين قضايا إنسانية ونقبل،